يسأل العمرة في رمضان أفضل في أوله أو في العشر الأواخر هكذا؟ إيه نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرة في رمضان كحجة معي. العمرة في رمضان فيها أجر عظيم، كحجة معي. يقول في رمضان في أيها، في أول رمضان، في وسط رمضان، في آخر رمضان، هي كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك إنسان إذا جعلها في آخر العشر فجمع الخير أكثر، لأنه شرف الزمان والمكان والعبادة. يعني العشر الأواخر أفضل من العشر الأوائل من رمضان، فمن هذا الباب. لكن من حيث العمرة اللي في أول رمضان كآخر رمضان. لا لا بس.